اليوم 13 من شهر هاتور. قوة ملكوت الله فينا. آتي إليك اليوم يا إلهي لتملأني بسر ملكوتك فيا المملوء قوة، فأنت قوتي وتسبحتي وخلاصي ونوري، وبك أدخل إلى القوة. هبني نعمة الالتصاق بك وأعلان مجد ملكوتك فيا وسر الإنسان الجديد. هبني الارتواء الدائم من ينبوع حبك فيا، أروي به زرع ملكوتك. هبني أن أحمل صليبي كل يوم وأتبعك حتى يأتي ملكوتك بقوة. هبني إيمان حبة الخردل التي تنمو وتنمو وتنمو حتى تأتي لك بثمر الروح. هبني قوة الروح وسر قيامتك فيا وصعودك يتجلى في أعماقي. هبني الحكمة الروحانية المملوءة سلاما واتضاعا ومحبة. هبني أن لا أنشغل بالإنسان الخارجي حتى ينمو الداخلي. ربي يسوع، قد وهبتني هذا السر فاحفظه بنعمتك وقوني لأحرسه من اللصوص الأشرار والذئاب الخاطفة يا محب البشر.